بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السادة ضيوف كرام، يعني أحب بس أوجه لحضرتك، إحنا مقدرين جدا جدا تواجد حضرتك معانا للمرة الثانية على التوالي، وفي ظل الظروف الصعبة دي، ففعلا تشريف حضرتك لنا النهاردة هي دفعة، هي ثقة، هي مساندة لكل الشركات القطاع الخاص المتواجدة والصناعة المصرية بصفة عامة، فنتشكر جدا تشريف حضرتك النهاردة يا فندم. ومن هنا إذا سمحت لي حضرتك يعني بالإنابة عن كل زملائي أعضاء مجلس الإدارة، أعضاء مجلس إدارة الغرف، كل الصناعيين، إحنا بنعلن مساندتنا لكل قرارات سياسية اللي حضرتك بتاخدها في الفترة الصعبة دي، ومساندة للدولة التامة، فيعني ربنا قويك يا فندم في الفترة الجاية دي إن شاء الله يا فندم. السنة دي المسمى بتاع الملتقى هو عنصر التنمية البشرية وعنصر بناء الإنسان، وده أي مستثمر بيجي مصر دايما بيحب يشوف إيه هي مقومات الدولة. مقومات الدولة بتشمل طبعا منشآت، والحمد لله احنا عندنا منشآت مقومات عالية جدا، والإنسان المصري والعامل بكل درجاته وبكل محفزاته، والصناعات الصغيرة اللي دايما بنتكلم عليها وإيه طرقها. يجي لو سمحت لحضرتك، أنا بنتكلم النهارده طبعا عن التعليم الفني واتكلمنا عليه قبل كده، بس أنا أحكي قصة مع حضرتك كده بسيطة كانت حصلت في صيف 22. كان ليا الشرف ان انا وابدا قابلنا حضرتك وعرضنا على حضرتك نتيجه اول مدرسه تكنولوجيا تطبيقيه. التكنولوجيا التطبيقيه دي كانت حضرتك اللي بداتها طبعا ايام الدكتور طارق شوقي، وكملها معانا معالي الوزير رضا. حضرتك ما شفت النتائج، انت شجعتنا جدا واتبسطت جدا من نتائج الطلبه ومن الجوده اللي طلعت بيها، فقلت لنا باللفظ كده اي امكانيات انتوا عايزينها احنا معاكم، لحد 1000 مدرسة انا معاكم. فاحنا خدنا كلمة من هنا واشتغلنا فعلا على الموضوع ده، لان لقينا ان الجودة اللي بتطلع حضرتك من الطالب المصري من العامل، يجي حاجة تسأل بقى في القطاع الخاص، الحمد لله المصنع اللي بيجرب مرة ياخد خريج تكنولوجيا تطبيقية بالسنة الجاية بيبقى عايز يمكن اعداد مضاعفة، لان الجودة عالية والشباب بتاعنا ما شاء الله مبشرين جدا، وده نقطة جذب كمان للاستثمار، ودي معادلة احنا بنعملها كدورنا برضه يا فندم، وده لينا الشرف ان احنا نعملها، ان المصانع واتحاد الصناعات بغرفه بكل رجال اعمال، احنا اللي بنمول القصة دي، احنا اللي بنساند، وده دورنا ان احنا لازم نساعد. بس هنطمع بقى من هنا يا فندم في بداية الحوار، وحضرتك قلت لي 1000 مدرسة، احنا هنقول احنا عايزين 100 مدرسة كل سنة يا فندم، واحنا ان شاء الله هنتولى ادارتها، ربطها بالمستوى الفني، رفع مستوياتها، وكل يعني التكاليف بعد كده تبقى علينا. فلو حركة تتقرب من الحكومة توافق لنا على 100 مدرسة السنة الجاية، احنا جاهزين ليها، وده بندي امل برضو للشباب كل يا فندم ان شاء الله. النقطة التانية حضرتك، في دايما بنبص للمشروعات الصغيرة، المشروعات الصغيرة لازم لها تحديات وتبقى قريبة من مكان سكن الناس، بالذات السيدات، السيدات ما قدروش يسافروا مع ان كلهم حماس ان هم يشتغلوا، وصناعات كتيرة عايزة تروح جنب المناطق اللي هي تشتغل. زي ما قلت لحضرتك في الأول، الدولة عندها إمكانيات كبيرة جدا، لكن هو التنسيق ان احنا نستخدمها. ويمكن كان لينا الشرف الأسبوع اللي فات واللي قبليه، احنا اتفقنا الحمد لله المنطقة الصناعية الصغيرة في منطقة كيلو 4.5 يا فندم، احنا ان شاء الله نتولاها كاتحاد صناعات ونديها لكل اعضائنا كورش في المنطقة الجديدة في القطامية اللي هي للصناعات الحرفية، نفس الحكاية مع برضو وزارة الشؤون الاجتماعية يا فندم، خدنا منطقة صناعية في الجيزة بنديها للصناع. فهنا احنا بنستخدم الامكانيات اللي موجوده، وده اللي احنا عايزين نقوله للناس. بس كان عندنا تم تخصيص من الحكومه الحمد لله للمشروعات الصغيره
قطع صغيرة بحق الانتفاع 114 قطعة. احنا عملنا تجربة، خدنا منطقة 500 متر بس، مصنع صغير نجربه جنب الريف. ال 500 متر يا فندم مشغل حاليا حوالي 95 واحد، حوالي 70 ست و25 رجل. التأثير الاجتماعي والاقتصادي على الناس دي عالي جدا. والأمر الآخر إنه بيدي تحفيز لكل الصناعيين إن هم يروحوا، لأن تكلفته أقل، هو ما بينقلش بقى عمالة وبتحمل أعباء وسكن والكلام ده كله، بقى بالعكس. فهي العملية هي عملية مكسب من الطرفين. ويعني إحنا بنقول لحضرتك برضو ال 114 قطعة تقريبا دكتور مصطفى تم تخصيصهم حق الانتفاع، إن شاء الله في خلال سنتين حركة تلاقي إن إحنا كصناعة بنيناهم وشغلناهم بمصانع جنب الريف وورا الصغيرة برضو، لأن لازم وأنا شغال الجيل الشباب أو جيل الصناع الشباب يطلع، لازم يبقى جيل زي ما بيقولوا غيرنا، يعني لازم نجدد إحنا دمنا بصفة دايمة، وده اللي بيساعدني إنه بيجي بأفكار جديدة وبيجي يشتغل. فدي برضو من الإمكانيات اللي إحنا بنقولها سواء للقطاع الخاص المصري والأجنبي وكله، لا في مناطق وفي أراضي بتبقى فندم جنب القرية، قرية عايزة تشتغل وأنا عايز أروح جنبه عشان المصاريف تبقى ويبقى عندي تحدي أكتر. فالحمد لله بدأت الدولة تعمل بيها تشغيل. يعني عايز أقول لحضرتك إن الميت قطعة دول يطلعون على الأقل 100 مصنع متوسط وتقريبا 8000 ورشة، يشغل لي في خلال السنتين دول حوالي 60000 عامل. ده بيعمل أثر اقتصادي الحمد لله في الـ 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 يعني في الدولة نفسها. احنا بنكمل المشروع ده فندم لأنه حضرتك عملت مشروع حياة كريمة، فالحياة الكريمة احنا دايما بنبص لها، الحياة الكريمة بكل معناها مية نظيفة وكهرباء وكل الحاجة، بس لازم برضو احنا بقى دورنا بنساعد، وان احنا ازاي نشغل الناس ونساعدهم ان هم يشتغلوا في الاماكن دي. وبرضو زي ما قلت لحضرتك احنا بنستخدم يمكن القدرة المتاحة لدى الدولة. الحاجة برضو اللي يعني أحب يمكن أقولها للزملاء كلهم، إن العاصمة الإدارية والعالمين الجديدة الأراضي الصناعية اللي فيها مميزة جدا. إحنا برضو يعني بنتقدم إن شاء الله، هنخش يا فندم يعني ناخد 2 مليون متر صناعي بإذن الله سواء في العاصمة الإدارية وفي العالمين الجديدة، لأن دي الفرص اللي هي المتاحة. يمكن بنتكلم بس مع الحكومة فهي سكن العاملين هيبقى هناك في صورته عاملة ازاي، وده اللي هيبقى يسرع الكلام. وده احنا بقول لحضرتك من هنا منطلق الادارة ان احنا نقوم بدورنا وندير حسب ما احتياجات السوق. ان شاء الله ندخل في عملية التعليم العالي والمعاهد الفنية، يمكن بنتكلم مع اتحاد العمال هم عندهم جامعة تبعهم، احنا ان شاء الله هندرها لهم برضو حسب ما يتطلبه السوق من فنيات جديدة ومن إدريات جديدة. ولكن لما أجي نتكلم على الصناعة بصفة عامة، الصناعة بصفة عامة يا فندم دايما أي صنع بيجي إحنا بنتعامل مع الدولة كلها، يعني ما شاء الله إحنا سواء كهرباء مية تعليم معامل اتفاقات تجارية. يعني طبعا احب ارحب برضو ان في عندنا مستثمرين اجانب هنا، هما بيجوا يا فندم مخصوص ان عندنا اتفاقيات تجاريه، يجي حضرتك تشوف في المصنع في المعرض عدد منهم عشان احنا عاملين اتفاقيات تجاريه كويسه، فبيقدروا يبيعوا للسوق المحلي ويقدروا كمان يصدروا، فبيوزنوا العمليه بتاعه الموارد. لكن زي ما قلت لحضرتك قبل كده، يمكن احنا الصناعه بنعتبر نفسنا يعني خط الدفاع التاني للدولة، كلنا حماس ان احنا نشتغل وكلنا حماس ان احنا نأمن اكتر من موارد الدولة. وكل زملائي مع كل التحديات الحمد لله يعني مفيش حد لا توقف، بنتحمل بنساعد، وده دورنا ان احنا نشتغل دايما. لكن حضرتك تعلم جيدا ان هناك تحديات،
تحديات هذه مثلا لما حضرتك انشات المجلس الاعلى للاستثمار، القرارات اللي صدرت مجلس اعلى للاستثمار عملت ارتياح شديد لكل المستثمرين المصريين والاجانب، سواء عرب او اجانب. يعني احنا كلنا بنعتبر المستثمر الصناعي في مصر، احنا بنعتبره كل واحد. لازم عشان برضو نقدر نطلع يا فندم، وده طلب ان شاء الله حضرتك يعني توافقنا عليه، الصناعة محتاجة الدعم القوي واحنا جاهزين. فلو حضرتك تفضلت وتكرمت وانشأت المجلس الاعلى للصناعة، دي هتبقى دفعة قوية جدا جدا للصناعة يا فندم، ان احنا نقدر ننفذ ونقدر نكمل المسيرة، نقدر نستخدم كل امكانيات الدولة، وبإذن الله يعني نساعد في عملية النمو الاقتصادي. ده يبقى تدي دفعة أكيد لكل الزملاء، تدي دفعة أكيد لكل الصناع، بتدي ارتياح شديد لكل مستثمر صناعي داخل الدولة. يعني في النهاية أنا مش عايز أطيل على حضراتكم، مش عايز أطيل على حضرتك، تقديرا جدا إن حضرتك يعني جيت شرفتنا في الوقت الصعب ده، وده فعلا تقدير للصناعة بالكامل. فشرفتنا يا فندم، ودايما كده منورنا في كل المنطقيات. شكرا، السلام عليكم.